الصحفيين تبوا دولة والله تبوا تقعدوا كذا هنا علاش تنا احنا سود والله شن قصتكم كان تبوا تشبه عنصرية والله واحد يسيبها بك الليلة. تستمر معاناة أهالي تورغاء للصيف السابع على التوالي وسط صمت وتجاهل المجلس الرئاسي منتهي الولاية والذي عجز عن إرجاع مهاجرين تورغاء إلى مدينتهم وضمان حقوقهم المسلوبة منهم بقوة السلاح من قبل الميليشيات المسلحة في المنطقة. ويأتي هذا الخذلان بعد أن أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منتهي الصلاحية قرارا بعودة أهالي تورغاء إلى مدينتهم في الأول من فبراير الماضي عقب توقيع الاتفاق بين المدينتين المتخاصمتين مصراتة وتورغاء والذي باء بالفشل. وبهذا يتواصل مسلسل المعاناة لأهالي تورغاء في ظل ظروف متدهورة تمر بها الأسر العالقة في المخيمات الصحراوية والمؤقتة تفتقد إلى المرافق الصحية اللازمة وخاصة بعد بلوغ حر الصيف وإقبال شهر رمضان الكريم. كما نددت العديد من المنظمات المحلية والدولية بما يمر به أهل مدينة تورغاء من معاناة وقهر وأنين ووجع مستمر مستنكرة صمت وتجاهل المجلس الرئاسي المنتهي الذي لا حول له ولا قوة لردع الميليشيات المسلحة في المنطقة التي عاتت فيها فسادا. وقد دعت منظمة هيومن رايتس واتش في بيان سابق لها للمدعية العامة لمحكمة الجناية الدولية فاتو بن سودا للتحقيق مع المتورطين في جرائم إنسانية محتملة ضد أهالي تورغاء كجزء من جهودها المتواصلة للتصدي للانتهاكات الجسيمة الجارية في المنطقة من قبل الميليشيات المسلحة. ويبقى السؤال المتكرر كل مرة، ماذا سيحصل في نساء وأطفال وشيوخ وأهالي تورغاء العالقون بقرارة القطف الذين يؤكدون باستمرار على حقوقهم في العودة إلى مدينتهم المهجورة منذ 7 سنوات مهما كانت قسوة ضريبة ذلك؟